مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. فيديو اليوم رح يكون مختلف تماما عن كل الفيديوهات اللي عملتها قبل هيك، والفكرة اجتني من واحد من المشتركين. كتب لي في التعليقات انه مع انه قناتك مخصصة بس للسيدات الا اني اشتركت في قناتك، فانا كتير بشكر له هالشي هذا، وعشان اثبت له انه قناتي منوعة ومش بس يعني مواضيع يعني معظمها هي للسيدات صحيح، بس كمان أنا بهتم بالأسرة وكل إشي بهم الأسرة ككل، الأطفال، الزوجة، الزوجة، كل أفراد الأسرة. مثل ما حكيت لكم موضوع اليوم للرجال، بس رح أحكي عنه من وجهة نظري أنا، يعني كل الكلام اللي بحكي لكم إياه في الفيديو هذا هو رأيي الشخصي ونظرتي أنا للموضوع. ما شفتوا في عنوان الفيديو هذا أناقة الرجل، أناقة الرجل وشياكته واهتمامه في لبسه ومظهره، يمكن من الأشياء اللي للأسف نسبة من الرجال ما بيهتموا فيها كتير، والسبب إنه رجال مش مهم، يعني مش مهم اللبس عندهم، لكن في جزء كبير من الرجال فعلا بيهتموا بمظهرهم وبيهتموا بلبسهم وبيهتموا بأناقتهم وبينتبهوا لأدق التفاصيل في لبسهم، وهذا الشيء أنا كتير بيجذب انتباهي. هلأ في عندي أكثر من نقطة رح أحكي فيها، ومثل ما حكيت لكم أنا من يعني هذا رأيي الشخصي، أنا إيش بحب أشوف في الرجال. أول ملاحظة عندي اللي بتخليني عن جد أحكم على الرجال اللي قدامي إنه إنسان أنيق في لبسه، هو يعني اختياره للألوان الجريئة. في نوع من الرجال يعني بيكون عندهم في لونين من الألوان، بحسوا إنهم يعني ما لازم يقربوا منهم أبداً، لكن الرجال اللي بيختاروا اللونين هذا في خزانتهم ويكون من ضمن ملابسهم بيكونوا عن جد أنا في نظري بيكونوا very stylish وكتير عندهم جرأة في اللبس، اللي هم اللونين هدول اللي بيبعدوا عنهم معظم الرجال، اللي هو اللون البينك والأصفر، بحسوا أنه هاي الألوان نسائية فقط وما بيقربوا عليها أبدا. لكن أول ما أشوف رجال لابس يا أما قميص بينك أو تي شيرت بينك، والبينك بكل درجاته من الفاتح اللي قريب للأبيض للزهري الوسط للغامق، هاي بحس إنه الرجال عن جد يعني عنده مراء لللبس وعنده ستايل وبيلبس الإشي اللي هو بيعجبه، وبيعكس إنه شخصيته جدا جريئة ويعني مقبل على الحياة وبحب الألوان، ما عنده يعني قيود على الألوان. الشغلة الثانية اللي بتلفت انتباهي في لبس الرجال اللي هو يعني قدرتهم على أنهم ينسقوا الألوان، ما يستسهلوا. معظم الرجال بيروحوا للون للجينز والتي شيرت من فوق أي لون، لأنه الجينز بيلبق عليه كل الألوان، أو بنطلون أسود أو بني، ويعني هذول كمان اللونين اللي بلبق عليهم كل الألوان. بس لما أشوف الرجال بيغير حتى في ألوان الدنم، لأنه الجينز مش بس أزرق، في دنم لونه على كاكي أو هيك يعني الألوان النود أو على خضار أو هاي الألوان، وبيلبق عليها بلايز أو توبس كتير تكون متناسقة معها وماشية معها، فهذا خلص يعني بحس انه فعلا بيعرف يلبس وزوي. كتير بلفت انتباهي الرجال اللي بيهتم مثل ما هو بيهتم في لبسه، كمان بيهتم في الاكسسوارات والتفاصيل الصغيرة اللي بتيجي مع اللبس. يعني بلاحظ اذا كان الرجال مثلا غير الخاتم اللي لابسه، الدبلة اللي لازم يكون لابسه، يكون لابس مثلا خاتم عادي، خاتم يعني يكون كبير شوي، يكون في خرز او بدون خرز، بس يكون like a statement قطعة يعني اكسسوار. كمان من ضمن الاكسسوارات بيهتم بالنظارات الشمسية،
تكون يعني يغير في النظارات الشمسية، مش نظارة واحدة ماشية على كل اللبس. الإشراطات كمان يعني يعرف امتى يلبس الإشراط الأسود وامتى يلبس الإشراط البني على أي ألوان من الملابس. الشوز كمان يمشي مع اللبس كله. هاي الإكسسوارات الصغيرة، الساعة، في بعض الرجال كمان بيلبسوا تشين، سنسال على شكل جنزير أو سوارة على شكل جنزير، كمان هاي من الأشياء اللي بتلفت انتباهي في الرجال. بحس إنه بالطريقة هاي بالإكسسوارات وتلبية الإكسسوارات على اللبس كامل، بحس إنه يعني they took the extra mile إنهم يهندموا لبسهم. كمان بعجبني الرجال اللي بيعرف نوع الشوز اللي بيمشي مع اللبس. يعني في رجال يعني بيروحوا مع الشوز اللي بيكون مريح لهم وبيلبسوه على كل أنواع اللبس. لا، في رجال تانين بيكونوا بيهتم لأنه يلبق الشوز مع الأواعي، أو نوع الشوز اللي بحكي عنه هون بيعرف إمتى يلبس دريس شوز أو سنيكرز، يعني مش دائما بوت رياضة ومش دائما حذاء أنيق، لا بيعرف إمتى يلبس الحذاء الأنيق على أي نوع من اللبس وإمتى يلبس بوت الرياضة وعلى أي نوع من اللبس. كتير بحب الرجال اللي بغيروا في ستايل لبسهم، مش دائما تي شيرت وبنطلون، مش دائما قميص وبنطلون، أحيانا بيلبس البيسك التي شيرت والبنطلون، بعدين بيروح بحط عليه مثلا فيست، أو بحط عليه إذا كنا في الشتاء بحط سكارف، أو بيلبس جاكت طويل عليه، أو بيلبس جاكت قصير، أو جاكت جلد، يعني مش دائما الشغلة واحدة بيلبسها وهو طالع بياخدها هي نفسها. إذا كان فصل الشتاء كل الشتاء هو هالجاكيت الواحد اللي بيلبسه على كل الأواعي، أو في فصل الصيف هو نفس الستايل التي شيرت مع البنطلون. لا، بيعجبني الرجال اللي حتى في التي شيرتس مش دائما التي شيرت اللي أبته هيك بتكون مدورة. في بعض الرجال بيلبسوا التي شيرتس اللي بتكون إلو أبا اللي هم البولو شيرتس. البولو شيرتس يعني بتاخد التي شيرت ناتش اب، بترفعه مستوى، ما بيكون very casual، لا بيكون يعني dressy casual، بيكون أنيق أكتر من إنه عملي ل everyday wear. يعني من الأشياء كمان اللي بحبها كتير في لبس الرجال، اللي في بعض الرجال بيروح بلبس شغلة very casual، جينز وتي شيرت، وبعدين بروح بلبس عليه جاكيت تعبدلة. فهذا الستايل كتير حلو انه يخلط كاجوال مع فيري دريسي ويطلع بلبس يعني على ذوقه هو. وفي كتير من الرجال بيزبطوا هالحركة هاي، يعني جينز تي شيرت عادي بيسك ما في ولا اشي، بعدين بروح بلبس فوقه بليزر هيك كتير مرتب بطلع بجنة. هلأ بعد ما حكيت لكم عن ذوقي أنا في لبس الرجال وإيش اللي بحب أشوفه على الرجال، وصدقوني يعني مش بس أنا، في كتير بنات بيلاحظوا وبيحكوا مع الرجال من لبسه، لأنه دايماً الفيرست إمبريشن ناخدها من المظهر الخارجي. هاي قاعدة في كل العلاقات، أول انطباع هو يعني أهم إشي، وهو اللي بناخده من المظهر الخارجي للشخص اللي قدامنا. بعد ما حكينا عن اللبس والتنسيق والستايل تاع الرجال، في أشياء كمان كتير مهمة بتكمل هالمظهر هذا كله. في رجال ما بيغفلوا عنها أبداً، وفي رجال لا ما بيهتموا فيها، بس صدقوني بتفرق. هلا رح احكي لكم. هلا الاهتمام بالرياضه بيفرق كتير مع الرجال في كيف انه الاواعي تكون يعني من سابه على جسمه. الاشخاص اللي بيلعبوا رياضه بشكل دائم وبشكل يومي
بتلاقيهم يعني حتى لو لبس تي شيرت بسيط وجينز بسيط إلا إنه بيطلع عليه بجنن، لأنه مبين جسمه من تحت تعبان عليه ولاعب رياضة ومشدود جسمه، وأي إشي يحطه على جسمه بيطلع حلو لأنه رياضي. فالشخص الرياضي كتير بيطلع عليه اللبس حلو شو ما كان اللبس. كمان الشغلة الثانية اللي بتجذب انتباه المرأة للرجل واهتمامه بنفسه اللي هو تهذيب شعر الوجه والحلاقة والترتيب. هلأ سواء كان الرجال ما عنده شنب أو دقن ودائما يعني منعم وجهه حلاقة نظيفة، هذا بيجذب انتباه المرأة له. أو إذا كان عنده شنب بس يكون مرتب كمان هذا بيجذب انتباه المرأة. أو إذا كان شنب ودقن ويعني إيش مكان ستايل الشعر اللي في وجهه بس يكون حالق ومزبط ومرتب وحاط كريمات على الوجه، لأنه كمان الرجال يعني مع الحلاقة وهيك بيصير بشرتهم حساسة، فكمان الاعتناء بكريمات الوجه والأشياء هاي كلها بننتبه لها صدقوني وبنطلع فيها وبنلاحظها. فيعني في ناس في رجال بحبوا يعملوا هالأشياء هاي بتكون مبينة وواضحة، وفي رجال ما بينتبهوا للأشياء هاي وما بحبوا يعملوها، بس كمان هاي بننتبه لها احنا وبنعرف انه الشخص بنحكم عليه يعني اوكي هذا مرتب هذا مش مرتب. تمشيط الشعر كمان من الاشياء اللي كتير بننتبه لها، سواء كان الرجال شعره طويل او قصير، طريقة ترتيب الشعر وتمشيطه. انا شخصيا ما بحب الجل على الشعر، في رجال كتير بحب يحطوا جل على الشعر، انا هذا الاشي يعني بقرف منه على الاخر ما بحبه، وزائد انه كمان بيعمل تساقط في الشعر وبخفف الشعر على الاخر. فيعني حاولوا انكم ما تحطوا جل على شعركم لانه مش حلو. هذا كمان مثل ما قلت لكم من وجهة نظري الشخصية أنا ورأيي أنا الشخصي، بس يعني اعملوا اللي بعجبكم. في رجال شعرهم قصير كتير، ومع إنه شعرهم قصير إلا إنهم بغيروا في ستايل شعرهم، بغيروا في تسريحات شعرهم، فيا إما أحيانا بمشطوه كله لورا ويعني بيكون مزبط ومرتب، يا أما بفرقوه على جنب، يا أما بيعملوا فرق بسيط بس من قدام يعني أبو هيك 1 inch واللي هو الفرق الطبيعي للشعر، يفرق هيك من النص وبطلع كتير حلو. فاللي شعرهم طويل ومرتب فكمان تمشيط الشعر بيطلع كتير حلو عليهم، سواء كان كله لورا على جنب من النص. وهلأ الستايل الجديد على فكرة إذا بتطلعوا في الممثلين هوليوود كتير طالع الفرقة من النص على الرجال بس يكون شعرهم شوي طويل كتير حلو. وحتى اللي شعره كيرلي في حلقات كتير بتزبط مع الشعر الكيرلي اللي هو بيكونوا بيخلوا شوي كثيف من النص بيخففوا شوي من على الجناب. بعرف انه ستايل هذا شوي قديم، بس اذا عمل طريقة صح وما يكون مبالغ فيه انهم يحلقوا على الاخر من على الجناب وكتروا من فوق، لا هاي ببين انه سو فانكي ومش يعني مش تريندي. بس التخفيف بسيط من على الجناب وهذا اللي شعرهم كيرلي وما بقدروا يعني صعب عليهم انهم تستايلت. هلأ اللي عندهم صلع من النص انا في وجهة نظري احسن اشي انهم يحلقوا تماما، وكمان الرجال اللي حالق شعره على الاخر كمان هذا ستايل حلو، وصدقوني بيطلع شكلهم اذا كانوا مهتمين في كل اشي تاني وشعر الوجه وكل شغلة تانية حكيت عنها بيطلع هذا ستايل بجنن. انا كتير بحب الرجال اللي صلع على الاخر. اخر نقطة بدي احكي فيها عن اناقة الرجال وشياكته ولبسه، وهي إلها دخل هلأ في اللبس نفسه، يعني بغض النظر عن تنسيق الألوان والستايل وهذا، أهم شيء في اللبس إنه يكون نظيف ومكوي ومحطوط عطر، يعني عطر خفيف مش قوي كتير إنه يعني منفر ولا ما حدا يقدر يشمه، ف يعني كوي الأواعي. وإذا كان مثلاً الرجال لابس قميص أبيض لازم يكون الأبيض يعني ناصع البياض، أبيض بيبرق يعني،
فهي كمان الأشياء اللي بتجذب انتباه أي حدا بيقابلك وبشوفك وبكلمك لأول مرة. صدقوني هاي تاخد بالنسبة إلي معي أنا بتاخد يعني 5 ثواني إنه أحكم على الشخص اللي قدامي إذا كان مرتب وأنيق وعنده ستايل في اللبس أو لا. مع إنه حكينا يعني في الفيديو هذا عن أشياء كثيرة واخدت وقت طويل وإحنا بنحكي، بس هي النظرة الأولى للشخص اللي قدامك، a quick scan من فوق لتحت، الواحد بقدر يحكم على الشخص اللي قدامه إذا كان مرتب وعنده ذوق في اللبس ومهتم في مظهره أو لا. هذا كان كل إشي عندي لليوم، أناقة وشياكة الرجل من الأشياء اللي كتير مهمة بالنسبة لنا إحنا الستات وبننتبه لها، مثل ما أنتم بتنتبهوا لمظهرنا وشكلنا ولبسنا إحنا كمان بنحكم عليكم وبننتبه لأشياء أنتم ما يمكن ما بخطر في بالكم إنه إحنا شايفينها. بس إذا عندكم أي مواضيع تانية بتحبوا أحكي فيها بليز اتركوا لي في التعليقات تحت وقولوا لي إيش حابين أعمل فيديوهات جديدة، وانتظروني في فيديو جاي جديد مثل ما وعدتكم، رح يكون جولة في منزلي وهذا رح يكون قريب جدا إن شاء الله، وحتى هداك الوقت أنا حنان ثابت بتمنى لكم دايما وأبدا أحلى الأوقات.